شوية. موضوع رمضان صبحي، الفترة الأخيرة الكلام زاد، هل يعود رمضان صبحي إلى النادي الأهلي؟ هل هو أخطأ؟ وهل هو على استعداد للعودة؟ وهل النادي الأهلي لديه استعداد لقبول رمضان صبحي؟ أنا أعمل لكم استفتاء النهاردة، يعني حطوا يا جماعة سؤالنا النهاردة ده لجماهير النادي الأهلي، هل ترحب مش هل تقبل، هل ترحب بعودة رمضان صبحي النادي الأهلي أم لا؟ وعلى فكرة مش لازم الإجابات تكون هي الدليل بتاعنا، يعني لأنه أنت، أنا بس عايز أي واحد قبل ما يكتب آه ولا لأ يعد من 1 لحد 10، أنا مش بهزر، أنا بتكلم جد، عد من 1 لحد 10 وبعدين اكتب نعم لا، وإذا كان عندك أسباب اكتبها يعني. وأنا بقول هذا الكلام على الرغم إن رمضان لم يقدم موسم جيد هذا العام مع بيراميدز، عكس عبد الله السعيد مثلا اللي قدم موسم رائع. ده السؤال، وعد من 1 لحد 10، ما تنساش قبل ما تنفعلش آه ما تنفعلش لا، خد نفسك كده، خد نفس عميق بالراحة وبعدين اكتب إجابتك. طب لو كان متعلق، ليه بقول هذا الكلام؟ لأنه بدأت الدائرة المحيطة برمضان صبحي أنه رمضان على أتم الاستعداد للعودة للنادي الأهلي، الدائرة المحيطة، وأنا أزيدك من الشعر بيت أقول لك أكيد الولد اتربى في النادي، لعب في النادي، شاف الدنيا في النادي، نجوميته في النادي الأهلي، كل ده بيراميدز له كل الاحترام وكل التقدير وكل شيء، لكنه هو بالتأكيد مع الشعبية، مع الظهير الجماهيري، مع الظهير الإعلامي، مع المشاركات الإفريقية، مع كأس العالم للأندية، مع حاجات كثيرة جدا افتقد الكثير، كسب فلوس مش عايزة كلام، وعلى فكرة حقه، يعني حقه في الاختيار، يعني حضرتك حالا هتشتمني تقول لي طب ما خلاص هو اختار الفلوس، تتكلمنا ليه حالا هتقول لي كده، يعني الدنيا فيها متغيرات. برضه انا مش بوجه، انا رايي مش هقوله دلوقتي، لكني مش بوجه، رايك معروف يا كابتن. انا بقول لك في البعض يقول لك اخطا صغير في السن هيركع ويقدم مثلا ما يفيد حبه وانتمائه واحترامه ومش عارف ايه للنادي الاهلي، وعلى فكره كل ده رمضان ممكن يعمله. انا على فكره مش وسيط لا في العوده ولا في الخروج، وممكن يطلع رمضان او حتى بعد رمضان يقول لك هذا الكلام كله غير صحيح ولا اساس له من الصحه يعني، بس انا بقول لك اللي انا عارفه واللي انا واثق منه واللي انا متاكد منه، ده اللي انا بقوله لك يعني. هل من الممكن؟ طيب اقول لك حاجه تانية، يعني هل ان انا مغلط غلطة افضل طول العمر اتحاسب عليها؟ وقيس بقى على حسام غيره يعني، بس انا بتكلم في الحالتين دول، رمضان اللي هو اللعيب حضرك وحسام، لان حتى حسام من ساعة القصة وبتاعه وبقى سكت بقى الولد، يعني ما يفتحش بقه تاني والدنيا ما ابتسمتلوش، وجاله رباط صليبي وحصل له مشكلة مع الاتحاد السكندري وعنده أزمة ودخل في شكوى واتحاد كورة وحدوتة كبيرة يعني، كلها تساؤلات، مجرد تساؤلات، ممكن اجاباتكم تكون يعني مؤشر، وعلى فكره ممكن الاقي اكتساح لا، وممكن الاقي 50-50، وممكن الاقي ناس يقول لك وماله، مع ايه العادي يعني، ما طبيعي ما بيحصل في الدنيا كده يعني، لكن هو الكلام بدا يزيد الفتره الاخيره يعني في هذا الامر يعني. مارسيل كولر الحقيقه واضح ان الراجل مركز في حواراته مع الصحافه السويسريه، وانا بعتقد ان الراجل، اعتقد انا ما عنديش معلومه، ان الراجل هو قد يكون بيرتاح هناك او بيبقى ضامن ان اللي هيقوله هيتقال بالظبط يعني. ملخص عمل حوار للمره الثالثه، يعني كل حوار ممتع عما قبله، راجل شديد الذكاء والهدوء والثقه والواقعيه هو بيتكلم. قال انا أول مرة أشتغل في بلد غير منطقة بالألمانية، قال كان عندي عروض من فرق أوروبية ومن فرق عربية ومن فرق إفريقية قبل كده، قال
يعني ما كانش في دماغي الحقيقة، لكن لما حصلت على عرض النادي الأهلي في الصيف اللي فات فكرت كتير جدا في هذا العرض، وقلت أبص على العرض ده وبدأت أبحث، فلقيت أنه ده الأنجح في القارة الإفريقية، عنده أكتر من 60 مليون مشجع، وقال المحادثات مع كابتن محمود الخطيب كانت جيدة جدا، فهو أبدى ارتياحه، هو بيتمنى أن الجماهير تعود للمدرجات مرة أخرى. كمان أفصح عن سر مهم جدا، قال لما الاتحاد الأفريقي كان هيلعب مباراة السوبر يوم 1 سبتمبر قال تحدث مع الكابتن محمود الخطيب وقال له مستحيل اللعيبة هتخلص إمتى وهتاخد أجازة إمتى، لو في فرصة للتواصل مع الاتحاد الأفريقي وإنه الأمور يعني يتم ترحيل المباراة شوية، وهذا ما نجح في النادي الأهلي وتم تأجيل المباراة. لما سئل عن عقده قال أنا عقدي مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم اللي جاي ده اللي احنا هنبدأ في نهاية 2024، قال في محادثات مع كابتن محمود الخطيب لتمديد التعاقد في الموسم المقبل، قال لسه الأمر ما انتهاش لأن الموسم مخلص، قال أنا لسه في نص نهائي الكاس ولسه عندي بطولة السوبر الإفريقي، قال ما عنديش خطط تانية في الوضع في الوقت الحالي وما بحطش أبدا خطط كده ملموسة في مسيرتي المهنية. لما تلقى عرض مثير للاهتمام يعني ووقعه أمضى عليه، ببذل قصارى جهدي للنادي ده، وده اللي حصل مع النادي الأهلي، وانا اذا حبيت مكان احب ان انا اقعد فيه لفتره اطول، لكن لو ما عجبنيش فانا بتحمل العواقب وبتحمل النتائج، لكن ما بفكرش في مكان انا عايز اروح له الا لما ابقى عايز اروح اقضي اجازه، ده الحاجه الوحيده اللي بفكر فيها. راجل كل ما يتكلم كل ما تحترمه جدا جدا جدا، وراجل الحقيقه شديد الاحترام. ده الخبر الاول من النادي الاهلي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. النهاردة شوبير بيطرح سؤال على الأهلاوية، هل ترحب بعودة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي؟ وقال اللي بيغلط غلطة ما بيدبحش يعني، وذكر حسام عاشور وقال ظروف استثنائية ومش هنخش جوه يعني، المرة دي بيقول ينفع والمرة التانية بيقول ما ينفعش، وده مش موضوعنا، هو موضوعنا هو موضوع رمضان صبحي. رمضان صبحي في الملعب إضافة قوية لأي فريق بيلعب فيه، سواء إذا كان بيراميدز أو الأهلي أو حتى الزمالك. طب ينفع إن جماهير النادي الأهلي تتقبل رمضان صبحي؟ طب حتى لو بعد الاعتذار، هو الاعتذار بيشفي ان يعني الاعتذار يعني اخطاء، ليه بعتذر؟ لان انا ما احسنتش تصرفي او انا كنت على خطا فيه. طب ده وارد في الحياه، ده وارد في الحياه ووارد في سيستم النادي الاهلي، بس النادي الاهلي هو اللي رفع لنا شعار ان النادي الاهلي ما بيتراجعش عن قراراته، وكان في حاجات على سبيل المثال الحاجات دي بدات تتكسر، ومش من عند رمضان صبحي، بدا عند مثلا حسام ابراهيم بدا يخش النادي الاهلي، بدا يبقى في لينكات، في حاجات كتير بدات ينفع ان هي تتعامل، لان هي في الاول وفي الاخر هي مصالح النادي ده، انا مصلحتي مع اللاعب، فانا ما يعني مش عايز اقول لك الكوره ملهاش مبدا، لكن هي الكوره اصل طول عمره كوره لقطه بلقطتها، فاللقطه بلقطتها ما فيهاش مبدا برضه. يعني ايه اللقطه بلقطتها ما فيهاش مبدا يا خواجه؟ يعني انا دلوقتي في الماتش ذات نفسه، الماتش ده عباره عن 90 دقيقه، ممكن في لاعب واحد تشكر فيه وتقطع فيه في الماتش كذا مره، يعني كوره بتيجي هو حطها كانت في العارضه بتنفعل عليه، كرة تانية بيجيب هدف ولا أروع بتقول ده هدف عالمي، بعد كده بيضيع انفراد سهل جدا بتقول لاعب مستهتر، وبعد كده تقول لاعب محظوظ، وبعد كده تقول لاعب جامد قوي، واللاعب كله لأن أنت بتحكم عليه على التصرف في الموقف، أو يعني إحنا بنحسب لقطة بلقطتها، فهي اللقطة بلقطتها دي ما أعتقدش إن هي فيها مبادئ وفيها إن أنت يعني مش هتحتفظ بمبدأك، هو سيء. مش هتحتفظ بمبدأك وهو متألق جدا، يبقى انت عندك حاجة، لان الراجل متألق ومكسر الدنيا تقول انت مش مهاري ده معزوز، لا يبقى انت راجل ما بتبصش للجانب الايجابي، وده بصرف النظر عن رمضان صبحي وعن النادي الاهلي دي
حتة كده على طرف المعلقة، لأن ده أسلوب حياة، أسلوب الحياة أنا عايشه وأنت عايشه، ولازم دايما تبص لنص الكوباية المليان. الكورة ما فيهاش مبادئ، الكورة اللقطة بلقطتها، واتفرج على جميع البرامج واتفرج على جميع اللعيبة، هتلاقي الكويس بتقول له أنت كويس، واللي مش كويس لازم تطلع وتنقده. نقد بناء ليه ولينا وليه إحنا، عشان بنقدم إضافة أو حاجة تحترم او رساله، واللي هو علشان يكون بيتعلم من اخطائه، ودايما يبقى هدف النجاح هو اللي بيتعلم من اخطائه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، واستنى الاستفتاء معاكم في الكومنتات، وان شاء الله نتكلم في حلقه جديده.